أستاذ علي، تم اختيارك في لجنة تحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي للأفلام الروائية اللي هيتعمل في مايو اللي جاي. يعني ابونا بطرس دانيال يعني اكرمني طبعا وشرف وشرفت ان هو اختارني رئيس لجنه التحكيم في مهرجان المركز الكاثوليكي لهذا العام. يعني ان شاء الله. طيب مين من المخرجين الحاليين الشباب الصغير اللي حضرتك شايف ان هو ممكن يكون حاجه قدام؟ والله كتير، انا بتفرج على مخرجين كويسين كتير. يعني ما م م م مش عايز اقول فلان او فلان، يعني مش عايز اقول حد بالاسم يعني، انما انا شايف ان المخرجين والمصورين في السينما حاليا عاملين قفزات جيده، يعني شطار بمعنى شطار قوي في التكنولوجي، وشطار في ان هم في الفريم وفي حركه الممثل وفي حركه الكاميرا، كل ده جميل، بس هم مشكلتهم مش قضيتهم هم، يعني مش مشكلتهم الورق ما بيساعدهمش خالص، الورق مش مبين امكانياتهم. طيب في تعاون جديد في فيلم ويك اند كنا بنتكلم مع حضرتك، عايزين نعرف التفاصيل، وده برده مع الاستاذه زينب عزيز وانتاج هشام عبد الخالق، بيوم فؤاد ومصطفى خاطر وهنادي مهدنا ومصابرين ومجموعه جديده. احكي لنا بقى اخر اخبار الفيلم. والله الفيلم ده، بس هقول لك على حاجه، الفيلم ده احنا كنا شروعنا يعني في ان احنا نبتدي فيه شهر 8 اللي فات، وفضلنا ماشيين. هو الفيلم ويك اند، هو في الفيلم في الاخر بلاجات يعني، فلغايه ما دخلنا يناير وبعدين فوجئنا بدرجه الصقيع العظيمه ديت والجليد وكده، فراح مننا الفيلم. يعني احنا كنا عايزين نصوره في اواخر الصيف، بس للاسف يعني على بال ما الدنيا اتظبطت وممثلينه كتير، وعلى بال ما اخترنا الشخصيات واتفقنا معاهم وكده، فده خد وقت. فان شاء الله ان شاء الله ادخلوا الشهر 3 شهر مارس اللي جاي. بنبارك لك طبعا عليه وهنكون في انتظار. يا رب يا رب يطلع فيلم حلو، اتمنى انه يعجب الناس ان شاء الله. احنا متعودين من حضرتك على كل حاجه حلوه، فان شاء الله باذن الله فيلم حلو ناجح. شرفتنا ونورتنا الاستاذ علي ادريس المخرج الكبير.